خبر عاجل، تغير مفاجئ في لون مياه النيل وظهور عقارة وبيان عاجل من الحكومة لكل المصريين، ننشر التفاصيل. وعاجل من الحكومة تحذير من استمرار المستوى المرتفع لمعدل الإنجاب. وعاجل محاكمة 4 مسؤولين كبار بتهمة فساد، ننشر التفاصيل الكاملة. وعاجل الحكومة المصرية تقرر إزالة 3 مناطق كاملة ومئات المنازل، تعرف على التفاصيل معنا. والتعليم تعلن نبأ هام بشأن رفع الغياب في المدارس. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وخبر عاجل، تغير مفاجئ في لون مياه النيل وظهور عقارة وبيان عاجل من الحكومة لكل المصريين. أثار تغير لون مياه نهر النيل في مصر، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر ده أكيد، وظهور عقارة، خلى المصريين ينتبهوا لتغير لون مياه النيل. وفي هذا الإطار قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري خلال اجتماع لمتابعة إجراءات الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات بني سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر. قال إن عقارة المياه تؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها مصر على مدار الأيام الماضية. ووضح إن مياه السيول بتكون محملة بالرمال الناعمة التي تجرفها عند سقوطها على قمم الجبال وأثناء انحدارها في مخرات السيول التي تنتهي عند نهر النيل. أشار إن هذه العقارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية. وضح إن أثرها ستختفي من نهر النيل خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير. وشكر الوزير المصري الدور الهام الذي قام به أعمال الحماية بمحافظة بني سويف لحماية الأفراد والمنشآت من آثار السيول وتقليل الآثار الضارة لموجة الأمطار الغزيرة وما تبعها من سيول على المواطنين والمنشآت والبنية التحتية بقرية سنور. وتعد كميات الأمطار الحالية المتساقطة الأكبر خلال 300 سنة، ووصلت إلى حوالي 51 مليون متر مكعب من المياه، وتمثل طاقة كبيرة ضخمة عابرة عن 51 مليون طن من المياه بفارق مناسيب يصل ل 10 أمتار، حيث تم تجميع المياه في البحيرات الصناعية التي تم إنشاؤها لحماية محافظة بني سويف وإمرار المياه الزائدة إلى نهر النيل عبر قناة صناعية لوادي سيل سنور دون أي خسارة. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، وهذا كان تعليقا من وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي عن عقارة مياه نهر النيل. يعني إيه عقارة؟ يعني تغير لون مياه نهر النيل أو تغير لون أي مياه من الأنهار للون بيدي على بني، فالموضوع بسيط جدا وما فيهوش أي مشاكل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل الحكومة بتحذر من استمرار المستوى المرتفع لمعدل الإنجاب. والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حذر في مصر من استمرار المستوى المرتفع لمعدل الإنجاب في البلاد عند 2.9 طفل لكل سيدة. وضح الجهاز أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة في عام 2032 مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفض مستوى الإنجاب ل 1.6 طفل لكل سيدة. جهاز الإحصاء قال إن الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة،
وذلك لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية. وأعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل قليل تسجيل عدد سكان مصر في الداخل نحو 103 مليون و 38 نسمة يوم الثلاثاء 22/2/2020، وسجل عدد السكان نحو 102 مليون نسمة يوم الاثنين الموافق 5/7/2021، وتحتل مصر الترتيب الأول بين الدول العربية والثالثة بين الدول الإفريقية والرابعة عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان. المصدر معانا كامل اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وطبعا مشكلة ارتفاع معدل الإنجاب في مصر مشكلة كبيرة جدا، لازم يكون في نوع من أنواع نشر ثقافة الإنجاب لدى المصريين عشان الموضوع يبقى متساوي مع الاقتصاد المصري. الزيادة السكانية مش شيء كويس، بالعكس شيء يعني هيأثر على الاقتصاد المصري وهيقلل من الدخل القومي للفرد. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، محاكمة 4 مسؤولين كبار بتهمة فساد. وأحال جهات التحقيق في مصر 4 مسؤولين بارزين بوزارة التموين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي مع 7 متهمين آخرين مسؤولي صرف السلع التموينية للمواطنين. ووجه جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين رؤساء مكتب تموين الإيواء التابع لوزارة التموين، سهلوا بغير حق بنية التملك استيلاء الغير على السلع وأموال مملوكة لجهة عملهم، بأن سهلوا للمتهمين من 5 حتى 11 الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم. وكان ذلك حيلة بأن استغلوا وظيفتهم كمراجعين للمحاسبات والاستعاضات الشهرية وتقارير صرف البطاقات التموينية الورقية والذكية المقدمة من المتهمين سالفي الذكر، مقررين صحتها خلافا للحقيقة. فتمكن المتهمون من 5 حتى 11 من الاستيلاء بغير حق على سلع تموينية وأموال الدعم بقيمة 10,130,159 جنيه. وارتبطت تلك الواقعة بواقعة تزوير في محررات رسمية، حيث اشتركوا مع المتهمين من 5 حتى 11 وآخر مجهول في تزوير تقارير صرف البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات والاستعاضات الشهرية، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا معا على ارتكابها وساعدوا المجهول بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بها قيم السلع والدعم المنصرف بقيم غير صحيحة وأقرها المتهمون من الأول حتى الرابع مع علمهم بتزويرها، واستعملوها بأن قدموها لجهة عملهم محتاجين بما دون بها من بيانات مع علمهم بتزويرها. المصدر معنا كان من القاهرة 24، ومصر لا تنام عن الفاسدين. هل الفاسدين من موظفين صغيرين؟ لا، من كبار الموظفين في الدولة. كبار الموظفين في الدولة يتم محاكمتهم الآن بتهمة الفساد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جهاز النيابة الإدارية وجهات التحقيق تعمل بشكل يعني محترم جدا لمحاسبة الخارجين عن القانون بما فيهم كبار موظفي الدولة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، الحكومة المصرية تقرر إزالة 3 مناطق كاملة ومئات المنازل. انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من أعمال حصر العقارات بمناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر، تمهيدا لإزالتها ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة. وستقوم الحكومة بإزالة هذه المناطق ضمن عملية إعادة إحياء القاهرة التاريخية واستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة وسرعة الانتهاء من أعمال إزالات المناطق غير الآمنة ونقل قاطنيها لوحدات جديدة حضرية
تتوافر بها كافة الخدمات التي تم حصرها في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي. وأكدت جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على انتهاء أعمال لجان حصر العقارات بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون والذي يشهد محيطه أعمال تطوير في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحي للطراز الأول نظرا لوجود العديد من المواقع الأثرية بها مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان، إلى جانب أعمال التطوير بإنشاء حدائق الفسطاط المخطط لإقامتها على مساحة 500 فدان. كما أكدت على أنه من الحصر النهائي تبين وجود 520 عقارا يسكنها 1660 أسرة وعدد محال يبلغ 241 محلا و30 عقارا تجاريا مستقل، إلى جانب 11 عقارا مهجورا و9 قطع أراضي فضاء وخمس عقارات مغلقة واثنين زريبة. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا هتقول لي يعني الناس دي هتروح فين؟ ال 1660 أسرة هيروحوا فين؟ هيتنقلوا حضرتك لأماكن يعني فيها كرامة في العيش، أماكن زي الأسمرات وأماكن يعني بتقدم بدعم للمواطن يعني البسيط الذي يقطن في أماكن غير آمنة زي ما قلت لحضراتكم منطقة السكر والليمون ومنطقة حوش الغجر ومنطقة الجيارة. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا هذه المناطق غير آمنة للعيش وطبعا فيها البلطجة وفيها كل أنواع يعني الأساليب الغير يعني قانونية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر والتعليم. تعلن نبأ هام بشأن رفع الغياب في المدارس، وترددت ونشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي وشائعات تفيد برفع الغياب عن طلاب المدارس. وأعلنت الإدارات التعليمية عن تفعيل خاصية جديدة على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن من خلالها لمديري المدارس ومسؤولي شؤون الطلاب ومسؤولي المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب طلاب المدارس. قالت الإدارة التعليمية إن الخاصية الجديدة تهدف لتسجيل عدد أيام غياب الطلاب أسبوعيا على موقع وزارة التربية والتعليم. أضافت إن تسجيل عدد أيام غياب الطلاب أسبوعيا على موقع وزارة التربية والتعليم يتم من خلال الخطوات التالية: حدد الأسبوع المراد تسجيل الغياب فيه، حدد الفصل والصف، تظهر قائمة بالطلاب وتسجل عدد أيام الغياب في الأسبوع المحدد. أوضحت الإدارات التعليمية أن الخاصية الجديدة تتيح إمكانية عرض طلبات تكافل وكرامة فقط. وأضافت أن خطوات تسجيل غياب تكافل وكرامة في المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم وبالخطوات على موقع الوزارة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.